عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أعضاء شركة دي إكس إن حول العالم، سوف نتعرف اليوم في درسنا التالي على كيفية عمل دخول للعضو من أجل تفعيل حسابه على موقع الإيوورد. طبعا في البداية نقوم ب عمل العضوية أو تسجيل العضوية عبر الإنترنت أو عن طريق أحد المكاتب. وعند عمل الدخول الأولي نفتح أي متصفح، مثلا أمامنا جوجل، ثم نختار موقع إيوورد الخاص بشركة دي إكس إن. ننتظر إلى أن تفتح الصفحة أمامنا، ثم نذهب إلى المربع الأبيض الذي يحتوي على 3 خطوط. نضغط على هذا المربع، تظهر لدينا عدة خيارات. نذهب إلى الخيار لوجن اللي هو الدخول. طبعا احنا الآن بصدد دخول أولي، فنذهب إلى الخيار الظاهر أمامنا وهو الفيرست تايم لوجن، بمعنى دخول أولي. نضغط على هذا الخيار، يظهر أمامنا الممبر كود. في هذه الخانة نقوم بكتابة الممبر كود أو عضوية الشركة أو رقم العضوية. نتأكد جيدا من كتابة رقم العضوية بشكل صحيح. بعد كتابة رقم العضوية والتأكد من أن الرقم صحيح، نذهب إلى المستطيل الملون باللون الأزرق ومكتوب فيه كلمة submit أو بالمعنى إرسال. نرسل أو نضغط على submit، فتظهر أمامنا هذه الصفحة مكتوب فيها activation for member اللي هو تفعيل خاص بالعضوية رقم كذا كذا. مكتوب ايضا باللغة الانجليزية انه تم ارسال رقم التفعيل او الاكتيفيشن كود الى الايميل المسجل ادنى او الايميل المسجل الذي تم تسجيله اثناء كتابة اثناء تسجيل العضوية. كما تعلمون انه اثناء تسجيل العضوية يطلب منا النظام تسجيل ايميل. هذا الايميل الهدف منه ارسال الاشعارات، ارسال كود التفعيل وما الى ذلك. ما علينا الا انه نذهب الى الايميل، نفتح الايميل فنجد رقم مكون من 4 ارقام مكتوب بهذا الشكل activation code، كلمة activation code رمز التفعيل. نحذر هذا الرقم ونكتبه في هذه الخانة، مثلا لو يكون مثلا 4 5 6 2 أو 3، مثلا هذا الرقم 4 5 6 3 نكتب هنا الـ activation code، ننقله من الإيميل. وهنا يطلب منا new password أو كلمة سر جديدة، وهي أي كلمة سر إحنا نعملها من أجل الدخول فيما بعد إلى الحساب. كل واحد لدينا له خيارات في كلمة السر، فمثلا أنا راح أختار الآن كلمة سر اللي هي مثلا دي إكس دي إكس إن دي إكس إن دي إكس مثلا. اخترت كلمة دي اكس ان 3 مرات كتبتها. في الخانة التي يليها يطلب منا confirm password او بمعنى قم بتأكيد الباسورد، فاكتب الباسورد الاولى نفسها دي اكس ان دي اكس ان دي اكس ان، فيظهر لدينا انه الباسورد مطابق. في المربع الذي يليه المكتوب او المستطيل عفوا الملون باللون الازرق مكتوب كلمة submit. نضغط على الخيار submit فيتم إرسال الباسورد التي تم اختيارها.
فتأتي الصفحة التي يليها إنه تستطيع الآن الدخول إلى الحساب، ونستطيع بعد ذلك كتابة رقم العضوية وكتابة الرمز الذي هو DXN 3 مرات، وبالتالي نكون لدينا حساب في موقع الايوورد مكون من رقم عضوية وباسورد الذي هو رمز الدخول، رقم العضوية الذي هو كتبناه في السابق اللي هو 818 إلى آخره، والباسورد هي الباسورد التي أنشأناها الآن وهي DXN 3 مرات. بعد ذلك زي ما قلت لكم بعد إرسال أو سبميت تفتح لدينا صفحة جديدة على موقع الأورد، وبالتالي نستطيع الدخول إلى حسابنا بكتابة رقم العضوية والرمز الذي اخترناه. وبهذا أكون قد انتهيت من هذا الشرح المختصر والمبسط عن كيفية إنشاء حساب على كيفية عمل دخول أولي وإنشاء حساب على صفحة الأيوورد، وبالتالي أستطيع من هذا الحساب من خلال هذا الحساب متابعة نقاط الشهرية، متابعة أمولاتي، متابعة الأعضاء الجدد الذي تم تسجيلهم خلال الشهر هذا الشهر أو خلال هذا اليوم، وبالتالي أستطيع عمل أتابع عملي بشكل احترافي وشكل ممتاز. إلى هنا أنتهي من هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله نلتقي.